أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تشهد محافظة ذي قار انخفاضا ملحوظا بكميات مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات اللذين يمران في المحافظة جنوبي العراق، ما أسهم بتأثيرات سلبية على واقع المحافظة. ويمتد نهر دجلة من الغراف من قضاء الفجر إلى قضاء الإصلاح، بينما يدخل نهر الفرات إلى المحافظة ابتداء من قضاء البطحاء ويمتد إلى الأهوار جنوب ذي قار. في هذا الصدد يقول معاون محافظ ذي قار فيصل الشريفي: نعاني من شح المياه في المحافظة، وهذا الأمر لا يخفى على أحد. ويضيف بأن المرحلة وصلت إلى مرحلة كبيرة في محافظة ذي قار باعتبار أن المناسيب منخفضة والإطلاقات المائية قليلة. وأضاف الشريفي بأن نهري دجلة والفرات يعانيان من شح في المياه، وإذا بقيت الأمور على هذا المنوال فإنها تنذر بكارثة كبيرة، منوها إلى أنهم بانتظار الحلول الحكومية من خلال زيادة الإطلاقات والضغط على دول المنبع. بهذا الصدد عد معاون محافظة ذي قار المحافظة من أكثر المحافظات تأثرا بالتغير المناخي، مطالبا الحكومة بإيجاد حلول لأزمة المياه الحالية. مقطع مصور ومتداول على منصات التواصل الاجتماعي في العراق يبين الانخفاض الكبير في مناسيب المياه لنهر الفرات في ذي قار ومخاوف من انقطاع الماء عن المحافظة، فلنتابع. نهر في محافظة ذي قار، مقطع متداول على منصات التواصل الاجتماعي، حقيقة مقطع مرعب لما نشاهده من الجفاف الذي يقتل الحياة في العراق، ويوضح انخفاض كبير في مناسيب المياه. وكما أشرنا قبل قليل بأن معاون محافظ ذي قار حذر من شح المياه في المحافظة، وبأن المحافظة الأكثر تضررا من الجفاف الذي يضرب عدة محافظات عراقية. هذه صور تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي، ويبين الانخفاض في مناسيب المياه في محافظة ذي قار، والأمر لا ينحصر فقط في ذي قار وإنما في محافظات عديدة، منها بغداد ومنها محافظات جنوبية، وكذلك في الأنبار كما سوف نستعرض بعد قليل أحد المقاطع من منطقة الحبانية في محافظة الأنبار. نبقى مع أزمة الجفاف وشح المياه، حيث أظهر مقطع مصور مشاهد صادمة لجفاف مساحات شاسعة من بحيرة الحبانية في محافظة الأنبار، وسط صمت حكومي وغياب المعالجات الناجعة لحل هذه الأزمة. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول. حجي بقى حبانية، حجي حبانية باوي، كل شيء ما كدا ماي لا شيء. تفضل حجي تفضل. شوف الله، شوف شوف شوف، فأنا هسه بنص المي على أساس قبل كان المي هناك ماكو مي. حجي ماكو مي. أثر الجفاف وتداعياته على الحياة في العراق، حيث أشار الناشط البيئي أحمد صالح نعمة، وقد أعلن بأن جفاف هور الحويزة في محافظة ميسان ونفوق ملايين الأسماك تسبب بهجرة الأهالي. دعونا نشاهد ما قاله الناشط البيئي حول هذا الموضوع. بألم شديد يعتصر القلوب نبث لكم نبأ جفاف هور الحويزة مجددا كما حدث بالأعوام الماضية. للأسف كل التحذيرات التي أطلقناها وأطلقوها معنا أخواني المتعاضدين معنا في موضوع البيئة، الناشطين في محافظة ميسان والناشطون في المحافظات الأخرى لم تجدي نفعا باتجاه
إقناع الحكومة أنه هذا ضرورة قصوى، ويعني نسلط الضوء على أن للحكومة عذر، قد يكون لها بعض العذر على اعتبار أنها ورثت خزينة مائيا متهالكا في هذه الدورة. هور الحويزه جف مجددا، الاسماك ماتت، الجاموس جزء منه مات وجزء ارتحلوا اهاليه، تغيير حصل لدى بعض الاهالي، انتقلوا الى اماكن بحثا عن الماء، اماكن اخرى. للاسف الطيور لم تاتي في هذا العام الى هور الحويزه، للاسف الكثير من الموئل والكثير من الحياة البيولوجية انتهت. هذا الهور، الله أكبر، من بيج المنطقة صايرة صحراء بيضة. شوف 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 شوف، يعني هذا الفيديو أصدقائي يعني إجا ضرورة قصوى للي، يعني ما أعرف أنا ليش هاي الناس اللي تشكك، يعني واحد من المسؤولين الكبار بالدولة بحد المؤتمرات يقول لا ترى مو لهالدرجة، طف السبلت قاعد عليها بالوزارة ما تكستار، مو لهالدرجة، احنا ما ننقل حقيقة، مو يا سمش، واكو حياة فقط. حضرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو من عواقب خطيرة بسبب تراجع منسوب مياه الأهوار جنوبي العراق، وقالت المنظمة بأن منطقة الأهوار تشهد أشد موجة حرارة منذ 40 عاما، مصحوبة بنقص مفاجئ للمياه في نهر الفرات، وقد بلغ منسوب المياه في نهر الفرات 56 سنتيمتر فقط، وفي أهوار التشبايش تراوح ما بين 0 إلى 30 سنتيمتر. وبيّنت المنظمة بأن مستويات الملوحة العالية والتي تجاوزت 6000 جزء في المليون أدت إلى إثارة مخاوف المزارعين وخاصة مربي الجواميس وصيادي الأسماك، مشيرة إلى أن ما يقرب من 70% من الأهوار باتت خالية من المياه. أحد الناشطين في مجال البيئة يتجول سيرا على الأقدام داخل الأهوار الوسطى بسبب التغيرات المناخية والجفاف الذي ضرب مناطق الأهوار جنوبي العراق. تعالوا نشاهد هذه الصور المتداولة. اليوم راح نروح جولة بالأهوار الوسطى، للأسف بالأيام السابقة كنا نروح جولة بالقارب، اليوم راح نروح جولة سير على الأقدام داخل الأهوار الوسطى ونراويكم معاناة الجفاف ومعاناة سكان الأهوار. تعالوا ويانا. هذا المفاجئ الكبير، قبل تقريبا اشهر وقبل سنوات كان مستوى الماء في امتار يعني اكثر من متر. للاسف هاي الاماكن بسبب الجفاف، التغيرات المناخيه، سوء اداره مياه المياه، جعلت من منطقه الاهوار من جنه عدن الى منطقه صحراويه. وهذا اللي تشوفوه قدامكم، هاي الاهوار، يعني هواي ناس يقولون مو هذا النهر بيه مي، اعرف ان المجاري انهار بقى فيها مي لان هي مناطق اعمق، ويعني مالت الغمار ما تصير مش بسيطة، بس الأهوار جافة. يعني خلي نشوف بيت مربي الجاموس. الأهوار والمشاريع السياحية اللي إحنا كمنظمات مجتمع مدني، كحكومات محلية، كناشطين، شجعنا الناس وسكان الأهوار على أن يبنون مشاريع سياحية بالأهوار، ولكن للأسف خلال فترة الجفاف دول الناس فقدوا. شوف اغلب البيوت تشوفها مهجوره ومفلشه ومدمره بالكامل. هاي المشاريع السياحيه ليش؟ لان مناسيب الماي بدت يعني تتناقص بكميات كبيره وسرعه هائله، فاغلب المشاريع السياحيه هي اصبحت مشاريع غير مجديه وغير مربحه، والناس بعد ما يجوا للاهوار خلال هاي الفتره. هاي المنطقه بالكامل اصبحت جافه باستثناء الممر هذا المائي واللي المنسوب مالته يعني اقل المتر. القوارب ما تمشي. قلت لكم بالبدايه جولتنا مستمره بالاهوار سيرا على الاقدام، لا قوارب ولا سياحه ولا كلام احيائي، يعني هاي الحياه. نبات هذا النوع من النباتات داخل الاهوار دليل على الجفاف. قبل استكمال هذا الملف معنا اتصال من العاصمة بغداد. يوسف، مرحبا بك معنا. يوسف، كيف ترى قضية الجفاف وشح المياه في المحافظات العراقية؟ مرحبا بك يوسف. يوسف من بغداد، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا اتصال مع يوسف. معنا اتصال أبو زينب من النجف، مرحبا بك معنا أبو زينب.
أبو زينب، هل تسمعني؟ أبو زينب، أبو زينب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أبو زينب من النجف وكذلك يوسف من بغداد. دعونا نتابع ملف شح المياه والجفاف الذي يضرب العراق. وصلت أزمة شح المياه في العراق إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسببت في كارثة للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة. تمتد الأهوار على منطقة شاسعة في ثلاث محافظات عراقية، هي ذيقار وميسان والبصرة جنوب العراق، وجرى ضمها عام 2016 إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو لما تحويه من تنوع بيئي نادر ومغل في القدم، سواء ما يخص كائناتها الخاصة أو الطيور التي تهاجر لها سنويا. وفي تصريح لمدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة نجلة محسن الوائلي، قالت بأن التنوع الإحيائي في كارثة بيئية حقيقية بسبب قلة مناسيب الأنهار والأهوار والأراضي الرطبة. ويصف الخبير البيئي أيمن قدوري عضو الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة شح المياه في العراق بالكارثة المزدوجة لما يمثله الجفاف من تداعيات كارثية على التنوع الإحيائي. ونتيجة شح المياه وتلوث المجاري بمياه الصناعة، تم وضع أحياء مائية في العراق على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الخاصة بالكائنات المهددة بالانقراض، منها أسماك الكارب والقطان والبني والشبوط، وهي تنشط في بيئة الأهوار. ومن الأنواع المهددة بالانقراض أيضا حيوانات الرفش الفراتي وكلب الماء. مقطع مصور متداول يظهر نفوق المئات من السلاحف ذات النوع النادر والمهدد بالانقراض في قضاء المجر في محافظة ميسان، فلنشاهد هذه الصور. لا حول الله يا معودين، هذا النادر، هذا الرفش العراقي اللي ماكو منه، هذا سلحفات الفرات الطرية، هيك يصير بهاي الأعداد بهاي الكميات؟ لا حول الله يا رب، لا حول الله. شوف ذنيش باغيات عدلات كم واحد. لا حول الله يا رب، لا حول الله. هذاك واحد عدل وين؟ هذاك هواي. إيه هسه هاي ذني با. با. يا كلا بنيتي. جواك الله. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ أنت شايفين بالليل؟ لا والله. هواي؟ شوف 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 بابا، وين ما تروح تلقى يا رب. شلون كارثة هاي؟ شوف هذا ذن بابا. لا حول الله. ها جواك الله، شلونك هذا؟ لا حول الله. يعني هسه تلاحظون الاعداد، وين ما تدير وجهك ماكو وين ما تدير وجهك، انه انت لازم تلقى. شوف بابا، يعني هاي هسه شقد تقدر هاي عاداتي؟ يعني والله بالمئات، يعني ما اعتقد حتى ذاك اليوم من شفت السمش نافق، والله مو مثل قهري هسه على سلحفات الفرات الطريه. يعني بهذه الاعداد تموت هاي الكميات كلها، هاي كارثه عظمى. دعونا نقرأ بعض التعليقات حول ملف الجفاف وتداعياته على العراق. يقول محمد الخطيب، يقول موعدنا الصحراء لا سامح الله، يقول الأهوار تلفظ أنفاسها الأخيرة، يفترسها الجفاف شديد، وهجرة تخلف أحزان 10,000 سنة، وليس بعيدا أن يلتحق بها دجلة والفرات بعد انطفاء صلاحيتهما للعيش في جنوب البلاد. قريبا لن يبقى في البلاد سوى أبخرة النفط واقتتال الأعداء على موارده، تلتحق بلاد الرافدين بالصحراء. بلال يقول العراق ما قبل 2003 كانت حصته 100 مليار متر مكعب، أما الآن 30 مليار متر مكعب. يقول أين الخلل إذن بحسب ما قال؟ سيف الفتلاوي يقول خطيه، حتى الحيوان ما مرتاح بالعراق. راكان يقول أكبر هور بالعراق هو هور الحويزة
شلون يجف وبعدين وين راحت مياه الأمطار التي أغرقت العراق. معنا اتصال أبو زينب من النجف يعاود معنا الاتصال. أبو زينب، كيف ترى قضية الجفاف؟ حقيقة قضية خطيرة، قضية نشاهدها اليوم إن كان في ذي قار أو في البصرة أو في الأهوار أو حتى في بغداد أو في محافظات أخرى. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه هي عملية مدبرة، يعني مو مسألة اعتباطية. يعني يقول لك هذول يزرعون ما يسمون جزافا بالسياسيين، أنه جفاف واستخدام خاطئ للري والقضاء. زين، كم مرة العراق هو معروف بالتطرف القاري المناخي، يعني هي جديدة على العراق يصير الجو ما سحار كلش؟ ليش من صارة العام أو العام وقبلها الدرجة إلى 57 و58 مئوية شو ما تبخرت عندنا الأنهار والهذا؟ ليش هسه؟ هذه عملية مبرر، هاي يعني عملية مؤامرة كبرى من دول الجوار. نعم. لتدمير الشعب العراقي. هم يقول لك انا يعني بعد ايام او ربما اسابيع او اشهر انه حتى مياه الشرب ما راح نلقاها، يعني راح نستورد مي. نعم. يعني كارثه الكوارث. موقف دوله عم الاطلاقات المائيه من ايران وتركيا هي هاي السبب، وجبن وصمت العراقي وصمت الاحزاب ومؤامرة مع دول المنطقة لإبادة الشعب العراقي. نعم. يعني قبل يقولون السياسة الأموية جوع كلبك يتبعك، هسه جوعة وعطشة مو بس جوعة، يعني دمرونا ماكو بلد بالكامل، يعني تقريبا 98% ما في مي. الله أكبر. يعني هل يعقل بأن هل أبو زينب هل يعقل بأن السلطات في العراق المتمثلة بوزارة الموارد المائية بوزارة الخارجية لا تستطيع الاتفاق مع دول المنبع لإعادة حصص العراق من الإطلاقات المائية؟ هو رئاسة الوزراء ما تقدر، ورئاسة الجمهورية ما تقدر، ورئاسة مجلس النواب ما تقدر. لا، هي مؤامرة، هم دول صنيع الدولات، وفوقها يعني بعين وقحة يقولوا لهم ما تقطعون عنا الاستيراد وما تقطعون عنا الكذا. ما فيش منطق عالمي لحد وين دو هذا شو اسمه المبزمة المتحدة مع الدول المتشاطئة. أبو زينب من النجف كان معنا. يوسف من بغداد يعاود الاتصال بنا، تفضل يوسف. يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوسف، شلون نشوف قضية الجفاف؟ مساء الخير عليكم. مساء النور. يعني قضية خطيرة تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة. نعم، موضوع شحة المياه من المواضيع المهمة التي لا طالما الوطن العربي وخصوصا العراق الذي كان يعاني منها. في الحقيقة يعتبر موضوع شحة المياه هو نوع من أنواع الإرهاب الذي يهدد جميع المجتمعات، حيث أن المياه تعد العنصر الأساسي للوجود في الحياة. نعم. وكل شيء خلقناه من الماء. لكن في العراق تعرف أنت حضرتك وحضرة المشاهدين أنه موضوع المياه أصبح من المواضيع المتعلقة في النفط، حيث يقال في الإعلام أنه لكل إخراج برميل نفط يحتاج إلى ضخ برميلين من الماء لكي يتم إخراج النفط. نعم. وبالتالي السياسة الجارة في دول الجوار التي تستخدم هذا الشيء كذلك، حيث أنها تعطينا لكل قطرة ماء قطرة من النفط. وهذا يعني يعد من الأمور التي تعد من الأمور غير جيدة في صالح الدولة، حيث أن الدولة تستطيع إنشاء السدود والخزانات حتى تستطيع السيطرة على تلك الموارد المائية التي تكون عرضة إلى التسريب. يوسف، يعني العالم كله يتعرض إلى موضوع تغير المناخ، كل العالم وليس فقط العراق، وأغلب الدول أخذت إجراءات
الجماعة 20 سنة إيش سووا بهذه الإجراءات؟ هسا يقول لك أبو إيران أني هم عندي ضرر بسبب تغير المناخ، أبو تركيا يقول لك أني هم عندي ضرر بسبب تغير المناخ. هذا لو افترضنا أنه وقفنا مع تصريحه أو موضوع سياسي. أنا كحكومة في العراق كحكومات متعاقبة إيش سوت بهذا الملف على مدى 20 سنة؟ حقيقة نعم، حقيقة في موضوع المياه كان في سابق الأعوان في النظام السابق في عام 1986 هناك برنامج اختصاص في إنشاء إقامة سد على شط العرب حيث يوفر كمية كبيرة من المياه وحيث نتعش الأهوار ويزداد كل من منسوب نهر دجلة والفرات في ذاك الوقت، لكن ما صار هذاك الشيء لأن تدري كان في ذاك الأوان كان هناك مثلا علاقات مع دول الجوار وكي لا يؤثر على مواردهم المائية وتم تأجيل ذلك إلى الحين، وإلى الحين لم يتطرق أي أحد المسؤولين أو أحد الجهات المعنية في إنشاء تلك الخزانات، زين مما أدى إلى هذه الشحة المياه. يعني أنت تعرف حضرتك ويعرف الشاهد من المشاهدين والمستمعين إنه المناخ العراق يعني يمتلك 3 مناخ، مناخ البحر المتوسط ومناخ الصحراوي ومناخ السهوب، حيث أن هذه تراوح كمية أمطار جيدة بها. يعني هذه كل الأمور تكون بفعل فاعلين، أولا الإنسان وثانيا الدولة عندما لم تستطيع السيطرة على كل تلك الأمور. حتى مياه الأمطار ماذا نستفيد من عدها؟ أنا أشكرك يوسف وأعتذر منك على المقاطعة. معنا أبو علي من الديوانية، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. أكو مثل يقول رضينا بالضيف والضيف ما رضى فينا. يا باب نبدي طلبنا الصحة قطعوا الكهرباء، طلبنا الكهرباء قطعوا حتى المياه علينا. يعني دولة عندها جيش وحشد وقوة عظمى تركيا تسد الماء ما يقدر يدافع عن الشعب. يعني هذا الجنوب أصبح قاعد التصحر بدأ من البصرة وصعد إلى بغداد. كل موقف الدولة على يعني الدولة قوتها بس على الضعيف بس على الخصر الضعيفة بس على المواطن. يعني أنتم أنتم استيراد من تركيا 27 مليار اقطعها، أنتم حاطين سفارة تركيا ومن إيران قاطع الماء عليكم، طردوهم من السفارات. مصر عندها موقف من أثيوبيا على قطع الماء، النفط مقابل الغاز. أنا أشكرك أبو علي من الديوانية كان معنا. أقول لك أنه تفقوا الجماعة مع إيران النفط مقابل الغاز الإيراني. أشكرك أبو علي. نذهب إلى ملف آخر، انتخابات مجالس المحافظات والتي تشمل 15 محافظة عراقية من بينها التأميم بعد آخر انتخابات محلية جرت في عام 2013، وتعتمد على نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بصيغة سانت ليغو بدلا من الدوائر المتعددة الذي كان معمولا به خلال الانتخابات التشريعية الماضية في محاولة لزيادة مقاعد القوى والأحزاب التي منيت بهزيمة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة. ولا يثق الغالبية العظمى من العراقيين بالقوى السياسية المستحوذة على السلطة منذ احتلال العراق عام 2003، كما ينظرون إلى المجاميع التي تقدم نفسها بالمستقلة بأنها تابعة لأحزاب وميليشيات. ومثلت انتخابات مجالس النواب الأخيرة صفعة سياسية بحسب تقارير محلية ودولية للقوى الحاكمة، عندما قاطعها أكثر من 80% من الناخبين العراقيين. وفي سياق التحضير لانتخابات مجالس المحافظات قام عدد من الناشطين في ساحة الحبوب بمحافظة ذي قار بوقفة احتجاجية على الرفض الشعبي، مؤكدين على الرفض الشعبي لانتخابات مجالس المحافظات وموضحين بأنهم كما رفضوا المشاركة في انتخابات مجالس النواب مستمرين في رفض كل مخرجات الحكومة التي تحاول إعادة الفاسدين بشكل أوسع داخل المحافظات. فلنتابع هذا المقطع من الناصرية. قليلة من الأحرار اللي رافضين مسرحية مجالس المحافظات مثل ما رفضنا مسرحية انتخابات مجالس النواب، وقلنا من البداية بالنهاية العوبة والقحية ومسرحية لعودة رؤوس الفساد ولعودة الميليشيات ولعودة الديون للتسلط على رقاب هذا الشعب. هذا اليوم نجدد العهد والولاء باسم كل قليلة من الأحرار لرفض مجالس المحافظات. هذا المقام نرفض مجالس المحافظات ودكاكين الأحزاب وكل من
يرمز لها لا لا يحصل لا يحصل على تزويد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأكد ناشطون في مقطع آخر بأن الأموال المخصصة لمجالس المحافظات كانت من الأفضل أن تذهب إلى فقراء ومساكين العراق، حيث تعاني البلاد ويعاني العراقيون من ارتفاع معدلات الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية وبخس حقوق المواطنين كما قالوا. دعونا نشاهد هذه الصورة. ظل الأزمة المالية اللي يعاني منها العراق وارتفاع سعر صرف الدولار وأيضا الفقر، نسبة الفقر في المحافظات الوسط والجنوب تبلغ 40%، تعود علينا حكومة حميد شاه السوداني بإعادة انتخابات مجالس المحافظات وتخصيص تكليف مليار دينار عراقي للتسويق على مجالس الانتخابات، وهي الانتخابات كانت حلقه زائده ومرفوضه، اكثر من 447 عضو يتقاضون كل شهر 3 ملايين ونص كل فريق، 500,000 مخصصات عضو مجلس محافظه، 500,000 خطوره، 500,000 وقود سيارات حمايه عندهم، كل عضو مجلس محافظه عنده 20 شخص حمايه. رواتب اعضاء مجالس المحافظه شهريا فقط شهريا 3.5 مليار دينار عراقي، 3.5. رواتب مجالس المحافظه سنويه 200 مليار، 3.5 ملايين، 3 ملايين هاي احولها للحصه التموينيه التي الحكومه السودانيه حجبتها اغلى، يعني فقط مؤديتين. وايضا نذكر رواتب المتقاعدين اعضاء مجالس المحافظات 1200 عضو، كل عضو يتقاضى 2,800,000 راتب شهريا. اعضاء مجالس المحافظات فقط 4 سنوات، غير مخصصات خطوره لهم، مخصصات المنافع الاقتصاديه 2,800,000 كل عضو، 2,800,000 كل عضو ومتقاعد يخدم العراق 30 سنه يتقاضى 350 في حكومه تدعي بالولاء للامام علي، والامام علي بريء من عندهم، فالاحزاب الشيعيه التي تعود علينا بحكومه محمد شياع السوداني باعاده انتخابات مجالس المحافظات وهو هدر في ظل فقر نعاني من عدم وجود مياه صالحه للشرب، ارتفاع الامراض فشل كلوي، امراض سرطانيه، النفط مالتنا يذهب الى الشمال ولا ايران، لذلك نعاني من فقر وارتفاع شباب عاطل عن العمل. ملف انتخابات مجالس المحافظات، دعونا نتابع آراء الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي. قاسم البدري يقول مجالس المحافظات مرفوضة لا لعودة دكاكين الأحزاب. أبو أحمد الرباعي يقول كلنا معكم رافضون لكل مخرجات الحكومة. حسين يقول خطوة يراد بها السيطرة على كل منافع الموازنات من قبل الأحزاب التي سبقتها الفساد والدمار، وعشرون عاما خير دليل على تراجع العراق على كل المستويات. صلاح سلمان يقول مجالس فساد وترسيخ لسلطة الأحزاب السياسية، يعني إذا أكو تعيينات كلها لهم مشاريع يسوون شركات وتروح هسه محافظ يشتغل موزعين تقدر تطلع، بس إذا رجعوا اقرأ على ميزانية المحافظات السلام لو 1,000 مليار. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول، كل ذلك في برنامج تحت الضوء.
بكم من جديد معنا اتصال ابو احمد من بغداد، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك، تفضل. انا الصراحه قناتكم مو عندي، هاي راح يصير بالسنه فوق السنه. فما يعني هيك اتصلت عليك يا الله. تفضل. اي فهو موضوع واحد طبعا، هي من تاسيسة القناه عفوا من احتلال العراق لحد الان. اخي هذا اللي صار بالبلد، اللي صار بالبلد كل هذا سبب الخامنئي الدجال يتلقى اوامر من امريكا، هو شايل حقد على العراق. واحنا مو نقول صوت الخامنئي، صوت هذول اللي جاي يتبعون الخامنئي اللي يسمون العراقيين، يتبعون هذا الشخص اللي محمل اطنان الحقد على هذا البلد. يعني لا خليته جامع، لا خليته صناعه، لا خليته زراعه، لا خليته بشر، لا خليته حتى طير هجرته من عشه. يعني بس اريد اعرف هالحقد هذا ايش وقت يخلص مال هذا الخامنئي. الشيء الثاني هسه اخر شيء، اخر ما تبقى الجامع، جامع مال يعني شنو ابو احمد البصرة. ابو احمد الجامع. ابو احمد يعني شنو نعم. قابل خامنئي خابر محافظ البصره قال له هدم الجامع؟ اخي مو هي اوامر، هو من من, من من واحد لواحد. نعم مو هو شيء يجيب، هو اخي كله هو اللي يستنجي. هذا محافظ شو اسمه، هو هذا اتصاله بايران، هذول كلهم اتصالهم بايران اخي. يعني ما حد يشبخ شبخه من السياسيين اذا ما ياخذ اوامر من الخامنئي الدجال اخي. هذا الجامع عمره 327 سنه، ليش هالشكل علم الشارع حجه الشارع؟ يعني انتم هيك تحبون الناس؟ هو العراق ازدحام من 2003 لحد الان. يعني بس اريد اعرف افلش بيوت واعوض الناس اراضي واسوي فلكه، خليه يصير بنص فلكه، ليش هذا؟ بس سوي سايد واحد، سوي سايد واحد. نعم اخي، حتى لو يعني يفلش من البيوت يعوض البيوت بدون تفليش، بدون تفليش يسوي سايد واحد ممكن، او ممكن نعم ينقل، ممكن ينقل أخي. ممكن ينقل المناره والمسجد بطريقه حضاريه. نعم يتم تفكيكه مثل ما تعهد سابقا. ما يخلون تراث بالعراق. وقبلها زين انت مقتدى، انت على مود هذا مال القران، هذا منسخ القران، هاي قبل فتره. زين انت يا مقتدى انت سويت انت بال 2004 2005 مو فلست الجوامع، مو حرقت القرائن، مو قتلت الائمه؟ يعني هاي التمثيليات هاي والله يعني تمشي بس على الزواج، هم الناس الوطنيين ما تمشي عليهم. أبو يعني أحمد بلد من بغداد كان معنا، أعتذر منك على المقاطعة لأن وقت البرنامج ما بقى منه وعندنا الكثير من الملفات. يحتل العراق المرتبة الثالثة كأسوأ رعاية صحية بالعالم، ذلك وفق ما أعلنه موقع نومبيو المتخصص بالمستوى المعيشي لدول العالم، حيث جاء العراق بعد فنزويلا التي جاءت أولا، تلتها بنغلاديش بالمرتبة الثانية. لم يستغرب العراقيون من هذا التصنيف، بل ربما يكونوا قد سبقوا هذا الموقع في وضع المؤسسات الصحية في بلدهم بخانة الأسوأ، عندما كانوا يرون زعاماتهم وقادة أحزابهم ورموز السلطة تذهب إلى الخارج للعلاج دون الالتفاف إلى المراكز الطبية في الدول المتقدمة أو المراكز في الداخل، وذلك عند شعورهم بأبسط وعكة صحية حتى لو كانت نزلة برد، كما يقول العراقيون يذهبون للعلاج إلى الخارج. أحد المواطنين وثق الحال المزري لمركز الجهاز العصبي في الديوانية، دعونا نتابع. هذا هو باب حال الصحيات في مستشفى الجهاز العصبي في الديوانية. هذا شوفوا حال باب مستشفى الصحيات في الجهاز العصبي في مستشفى الديوانية التعليمي. وين راحت المليارات اللي تنصرف على الصحة؟ هذا الباب شوفوا، هذا الباب، هاي وضعية الباب بالمستشفى الجهاز العصبي في الديوانية. مدير الصحة محافظ الديوانية وين عن هذا الخراب اللي جاي يصير بالمستشفى العام؟ تدرون ما تدرون؟ المصعد في مستشفى الديوانية ليعاني المرضى هناك منذ أسبوع، حيث لم يتم تصليح المصعد، وتزداد المعاناة للمرضى ويضطرون إلى الصعود عبر السلالم بعد الخروج.
وتساءل ناشطون ومدونون عن الدور الرقابي للحكومة، وأكدوا بأن المستشفيات تعاني في كل الجوانب ناهيك عن عدم وجود العلاج والطبيب المقيم في كثير من الأحيان. مقطع مصور يظهر فيه نقل المرضى في مستشفى الديوانية التعليمية عبر السلالم بسبب تعطل المصعد، فنشاهد. روح شوف كلها بالدرج. ومع تدهور القطاع الصحي الذي بات ينعكس على كل القطاعات الصحية ممتدا إلى الصيدليات، حيث قال أحد المواطنين من محافظة ديالى بأنه أراد شراء العلاج الطبي من إحدى الصيدليات في منطقة المفرق ببعقوبة، العامل في هذه الصيدلية أراد منحه العلاج الخطأ وأصر على ذلك جهلا منه، وبعد الاستفسار تبين بأن الطريقة التي أوردها من المحتمل أن تؤدي إلى وفاة الشخص. وتساءل هذا المواطن عن دور الرقابة الصحية على الصيدليات وتأكدها من العاملين فيها ومدى تأهيلهم، وهل أن العاملين فيها هم من خريجي كليات الصيدلة أم هم مجرد عمال بلا شهادة طبية. دعونا نتابع ما قاله هذا المواطن. قبل شوية صار وياي حادث في إحدى الصيدليات في مدينة بعقوبة في منطقة المفرق، رحت أريد أخذ علاج وريدي أبرة وريدية، الرجل الواقف بالصيدلية ما أعرف شنو اختصاصه، طاني العلب الأبر بس قال لي لازم أبدل مي المقطر. قلت له ليش؟ قال لي لأن هذه الأبر هي عضلية لازم أحولها إلى وريدية. قلت له شون؟ قال لي الأمر يرهم، فأني ما قبلت. قلت له لا، هذا الأمر أنا أخاف منه، أنا عندي حساسية ممكن يسبب لي مشكلة. حسسني انه هو يفهم واني كل شيء ما افهم، فاني المهم غادرت هاي الصيدليه، اتصلت لناس اختصاص، تاكدت انه في حاله انه الامر لو اني اخذت هاي الابره واقتنعت بكلام هذا الشخص ممكن اصاب بجلطه او تخثر للدم، او ممكن انه يمشي الامر، ربك يستر ويعبر الموضوع. طبعا هاي دعوه إلى وين؟ مناشدة إلى نقابة الصيادلة في ديالة بمتابعة عمل الصيدليات والأشخاص اللي واقفين بالصيدليات. ممكن اليوم أنا أفهم وخفت وغادرت، ممكن غيري يجهل الأمر وراح يصدق بالشخص اللي واقف بالصيدلية ويأمن وممكن يصاب بجلطة. شنو ذنب أهلهم في حالة أنه صار هذا الأمر؟ وأيضا شنو ذنب أهلي لو صار بي شيء اني بعد ممكن انه اقتنع بكلام هذا الصيدلاني الموثوق المفروض؟ اليوم هاي مناشده من جديد اكررها لنقابه الصيادله وشكوى ايضا. تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع القطاع الصحي في العراق. سلام عمران يقول زين العامل اختصاص صيدليه لو من الشارع وخلوه بالصيدليه، مهنه صارت تجاره واستهتار كله بسبب نقيب الصيادله، يقول هو لا يحل ولا يربط، خلي ضوابط، مفروض أخلي ضوابط صارمة. عمر يقول المفروض تكون رقابة طبية ليس على الصيدليات فقط وإنما على الأطباء المختبرات، لأن الأخطاء الطبية واردة فضلا عن الروتين في بعض الأحيان. عماد يقول شا ما صار حل الوضع الصحي المتردي بعد مقولة الله لا يوفقنا على هاي الخدمة. أحمد رعد الطائي يقول أين المليارات التي تصرف كل شهر في دائرة الصحة؟ يتساءل أحمد. دعونا نذهب إلى مشاريع العراق. أضحى تأخر المشاريع وبالذات الاستراتيجية والحيوية منها عادة مألوفة في العراق، والسبب يعود إلى خليط من الفساد والعلاقات المعقدة التي تقود في النهاية إلى غض الطرف عن المتورطين في تلكؤها وبالتالي استفحالها. كثيرة هي المشاريع التي غالبا ما يرسو تنفيذها على شركات كبرى لا يؤخذ سوى الاسم منها بحسب مراقبين، لتحال بعدها إلى شركات أقل سمعة ثم أصغر، إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى مقاولين ينفذونها بشكل سطحي دون حساب وكتاب، هكذا يقول العراقيون. وفي المحصلة مشاريع متلكئة وطويلة الأمد بفعل التهاون والفساد.
أحد المواطنين في محافظة القادسية ينتقد التلكؤ بجسر شارع الأطباء، حيث كان من المقرر أن يتعاقب عليه العمل بفترتين صباحية ومسائية، والآن يعاني الإهمال والتوقف. فلنتابع. أمام الضاركم يا دار طرق الجسور، الله بالخير. ثلاث دنيق صار ثلاث شهور ما أعرف ولا ما أعرف، واليوم يقولون هاي الحفارة، مدري هاي عاطلة هاي الآلية، شنو الحين ما أعرف. أمام الضرر سيد المحافظ سيد ميثم، هذا راح تعبر المدة، صار هنا ثلاث شهور مدري كذا على ظلنا عشر أيام قليلات، ظلنا احتمال 90 يوم، يعني معقولة يكمل في هاي الأيام الباقية؟ أمام منظارك يا مدير الطرق والجسور أستاذ علي خليبس، مهندس علي خليبس، أستاذ علي إحنا تصريحك موجود وتصريح المهندس المقيم موجود عندي، قلت العمل راح يكون على نظام الشفتين، شفت صباح وشفت مسائي، والآن دين العصر ولا واحد موجود. فارغة شولة وذن الترابات اللي حاطيهين شنو؟ أحد الناشطين اشتكى من تلكؤ العمل بمجسر إبراهيم الخليل في مدينة الناصرية في ذي قار، حيث يعاني المشروع من غياب الخطط الزمنية وقلة الأيادي العاملة مسببا اختناقات مرورية. فلنتابع. صلوات على محمد. اليوم متوقف العمل يا ستار يا رب، الله خبلتونا بهذا المشروع مجسر إبراهيم الخليل، يوم تشتغلون وعشرة قاعدين والحسين أذيت العالم. يا محمد الشاعر السوداني تعال يابا شوف لنا الناصرية، تعال شوف الضيم، شوف الفساد، شوف التلكؤ بالعمل، 19 نائب ولا واحد منهم شريف يجي يشوف هذا المشروع. اي مقام يطلع من نادي الوجه محافظ ذي قار رجال نايم ما يدري، وهاي مشروع انا بقول هذا مجسر ابراهيم الخليل، وشوف الازدحامات والساعه بالعشرة ولا واحد يشتغل، وملينا وجزعنا، وين نقطة الوجه؟ هاي مشاريع ذي قار بالسبع مجسرات كلها ما تشتغل، يعني مشغل له عاملين ويحدي لي ملينا. ذي قار تساءل عن الأموال المقدرة ب 32 مليارا أو أقل بقليل لبناء مجسرين في قضاء الشطرة. دعونا نتابع هذا المقطع. مجسرات وين؟ صندوق أعمار ذي قار، سيد الأمين العام من قصيته والشريط، الزمن حكومة الكاظمي ومحمد هادي موجود، من حطيته وحجر الأساس وقدم مجسرين للشطرة كلفة 32 مليار أو أقل، وهذا الحجم سنة 2021 أو 20 أو 21، وإحنا هسه بسنة 2023 وراح نطب بال 24 ولل 25. المجسرات وين؟ وين؟ لا شركة رصينة، لا آليات، لا حادلات، لا شفلات، كل ما عندكم اجيته وحفرته والشارع يابا راح نشتغل. مجسرات الشطرة وين؟ فلوسهن وين؟ يلا خلي يطلع مدير صندوق حول موضوع المشاريع المتلكئة في العراق. دعونا نقرأ بعض التعليقات. أحمد الزيدي يقول خمطوهن الجماعة، أي سرقوهن وتوزعن حصص. كاظم الركاب يقول بعد أخوك إذا فلوسهن انباقن أكلوهن بيش يكملوهن؟ يتساءل. حسن تركي يقول منا بعد 10 سنوات إن شاء الله يكمل. أما مصطفى فيقول جسر الدغارة هم نفس هذا الموضوع، هم هيج فلشوا وبقى واشتغلوا بهاي الآلية يومين ورجعت هم وقفت قالوا عطلت، هو هذا البوق العلني. دعونا نذهب إلى الهاشتاج. يستمر الغضب الشعبي في العراق عقب هدم جامع السراجي الأثري في قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، وغرد عدد من المدونين والنشطاء عبر وسم مسجد السراجي على تويتر معتبرين أن ما حدث جريمة وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الإرث الديني والتاريخي بالعراق. دعونا نتابع بعض هذه التغريدات. يقول الصحفي العراقي إياد الدليمي قبل أيام كانوا يتظاهرون مستنكرين حرق المصحف الشريف من قبل أحد عناصرهم الميليشياوية، واليوم يفعلون مثله وأقبح بهدم منارة مسجد السراجي في البصرة. كاذبون منافقون مخادعون جبلوا على الكذب وصار جزءا
من حياتهم. بهاء خليل يقول: خلال 24 ساعة الماضية حدثت ثلاثة أمور مهمة وخطيرة، أولها تهديم مسجد السراجي في البصرة، وثانيها استدعاء بطرياك الكنيسة الكلدانية مار لويس ساكو من قبل القضاء وقراره الخروج إلى أربيل. الأمر الثالث والذي لا يقل أهمية عن هدم المسجد هو الشروع بهدم الجيش العراقي من خلال ضباط الدمج. تغريدة من الدكتور سامي يقول: ميليشيات إيران في العراق التي خرجت قبل أيام تتظاهر على حرق القرآن الكريم، هم أنفسهم يتضاحكون وهم يهدمون منارة مسجد السراجي في البصرة والتي يعود عمرها إلى 300 عام، وقبلها المنارة الحدباء في مدينة الموصل التي عمرها 900 عام. أبو حسن يقول: هدم مسجد السراجي فعل بشع وجريمة لا تغتفر، كان الأولى نقل مبنى المسجد لمكان آخر خصوصا نحن في عصر التقدم. وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.